فيسبوك تعليقات. يمر عام آخر وهم داخل السجون، عام يضاف بثقله وأحداثه إلى عديد السنوات الطويلة التي تمر على الأسرى في سجون الاحتلال. ظلمة السجن وقهره تزيدها الأرض المغتصبة ألماً على ألم. جدران سجون المحتل تحجب الحرية عن 5000 أسير فلسطيني، بينهم 700 مريض، 41 امرأة، 180 طفلاً يمارس عليهم الصهاينة أقصى درجات الضغط النفسي والجسدي. إحياء الذكرى هذا العام يتصادف وظروف عالمية خاصة فرضت أن تكون فعالياته إلكترونية وعبر مؤتمرات دون مسيرات ووقفات احتجاجية جراء حالة الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة الفلسطينية، والتي دخلت شهرها الثاني إثر تفشي فيروس كورونا. الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين والعرب الذين يتعرضون لإجراءات ظالمة وقمعية، تلك الجرائم المتعمدة والمستهدفة لحياة المعتقلين وكرامتهم لن يفلت مرتكبوها من العقاب ولن تسقط مهما طال الزمن. نادي الأسير الفلسطيني يحصي وفق معطياته اعتقال الاحتلال الإسرائيلي نحو 1,000,000 فلسطيني منذ عام 1967، التاريخ الذي احتلت فيه الضفة الغربية وقطاع غزة.